طنجة نيوز، أول موقع إخباري بشمال المغرب. أنا أبناء أحد ضحية المنزل اللي تعرض يوم 31/3/2021 بين فترة ممتدة ما بين 12 و7 العشية لعملية السطو، حيث تم الولوج إلى غرفة النوم الأم ديالي وتم إتلاف ممتلكات وضيف ترشيكات ومجوهرات بحيث أن القيمة كتعد أكثر من 30 مليون. دابا الغريب في الأمر أنه يمكننا نتقبلوا هذه الجريمة، ولكن إذا عملنا شي دراسة ميدانية لهذا الحي ومناطق مجاورة غادي نجبروا أنه كل منزل تعرض 4 أو 5 مرات من السرقة. أنا كيبان لي بحال اللي كاين شي كيبان لي بحال اللي كاين شي انفلات أمني في المنطقة، بحيث أنه الحالة النفسية الضحايا ولات الأم ديالي محل نفسية يرتالها، ما يمكنش حتى تخرج ولا تدخل. دابا لهذا حنايا الساكنين عملنا واحد العريضة واحد لابيتيسيون فيها التوقيعات السكان، أنا غنخبروا بها السيد الوالي. والضحية اللي تعرضت للسرقة راه عملت محضر دائرة 11 وعند الشرطة وجاو مسرح جريمة والتحقيقات ما زالت جارية. الغريب في الأمر أنه هذه منطقة ماشي مهجورة، هذه منطقة من المحافظة ولات مرصد مجموعة متسولين، مجموعة من مدمنين المخدرات اللي كيتربصوا بالضحايا، بحيث إذا عملتي شي بحث غتلقى حتى حول الشارع العام الناس كيتعرضوا لانتشال الهاتف، كيتعرضوا للسرقة، كيتعرضوا مجموعة من الأشياء. دونك أنا حنا كندوا بهذا العمل هذا والبحث مازال جاريا، وعملنا نزلوا عند توقيعات مجموعة من السكان اللي غنزلوا بها واحد لابيتيسيون عن السيد ولي الأمر باش يتخذ اللازم. الغريب في الأمر أنه لقيت واحد فيلا تعرضت 4 أو 5 مرات للسرقة، بحيث انه الشيء اللي خطير انه البنايات هادو ولاو اصحابها كيفكروا ان يرجعوها كشيج مدني، بحيث انه كتلقى كرياج يمكن له يطلع حتى فوق. دونك هذه بنايه سيكون فيها التهوئه، سيكون فيها الضوء، اذا رجعوها ممتلكه خاصه عترجع الشيج المدني، ما كيبان لي هادشي غير طبيعي ولا يقبله العقل وغير معقول. لهذا كنجدد النداء للسلطات الامنيه انها تقوم باللازم.